تعليقي على الندوة، أنا أعتبر بأن ثم قضية أساسية قاعدين نتهربوا منها في تونس منذ الثورة، منذ سقوط بن علي. القضية الأساسية هذه اللي ما تناقشتش واللي يلزمنا نناقشوها هي شنو اللي فشل في عهد الدكتاتورية، شنو هي السياسة الاقتصادية اللي فشلت. أما الجواب على السؤال هذا أدى إلى كون الحكومات متعاقبة واصلة في نفس السياسات السابقة. شنو هي باش تتميز السياسات السابقة؟ نمط إنتاج أو نمط اقتصاد مبني على التصدير، مبني على التداول الخارجي، ومبني على الخدمات على حساب الفلاح وعلى حساب الصناعة. هالنمط هذايا مع بن علي أدى وين؟ أدى اجتماعيا، أدى اقتصاديا، اللي خلينا تونس خياراتها ما عادش تحدد فيها هي، وتحدد فيها المؤسسات المالية الدولية، واللي يحدد فيها مؤسسات منها الاتحاد الأوروبي، بالتالي طحنا في التبعية. اجتماعيا أنه اللي يستفاد من السياسة هذه هي أقليات. إذا لازمنا اليوم نحن نناقش هالقضية الجوهرية هذه. وبعبارة أخرى، وقت اليوم طرح مشكلة الاستثمار، استثمار فاش؟ شنطور الإنتاجية فاش؟ هذا الأسئلة باش نشغلوا فاش؟ هل أن نحن مش نتوجهوا للقطاعات المنجة، مش نراجعوا سياستنا في الفلاحة، وإلا لا؟ الحكومات المتعاقبة ما جابت حتى شيء جديد، هي حكومات تصريف أعمال يومية. وأنا في اعتقادي وأنه التوجه الجديد لازم يكون توجه وطني الساعة. احنا نحددوا حاجاتنا ونحددوا إمكاناتنا ونحددوا أهدافنا الواقعية والمعقولة. وأهدافنا نحبوا ننهضوا بلادنا ولا لا؟ نحبوا ننهضوا ونوفر مقومات العيش الكريم للناس ولا لا؟ الاقتصاد الهدف نتاعه غالبية الناس في تونس أو أصحاب المصالح الأقلية الداخلية والخارجية ولا لا؟ نحبوا نراجعوا القضية نتاع الجباية ولا لا؟ نحبوا نصلحوا الإدارة؟ نحبوا نصلحوا منظومة التعليم والتكوين المهني وإلا لا؟ نحبوا نراجعوا علاقتنا بالخارج ولا ما نراجعوهاش؟ بعبارة أخرى، أنا عندي مثال بسيط. أشكون ينجم ينفي اللي القصرية فيها ثروة كبيرة؟ فلاحية، منجمية، بشرية، ولا سليانة، ولا سيدي بوزيد؟ قدس نتاع ثروة فيها، نتاع ثروات، في نفس الوقت فيها قدس نتاع فقر ولا؟ فيها قدس نتاع تهميش ولا؟ إذا كان أنت عندك برشا ثروات وعندك من ناحية أخرى برشا فقر، إيش يعني هذايا؟ يعني أنه ما عندكش سياسة تستثمر بها الثروات هذيك باش تطور المجتمع نتاعك. وبالتالي مشكلتنا نحن في تونس اليوم اللي نعاني منها أنه ما عندناش خيارات اقتصادية وطنية اللي تستجيب لحاجاتنا وتستند إلى إمكاناتنا وتلبي الأهداف نتاعنا. القيام بتقييم للسياسة الاقتصادية اللي ثار عليها الشعب التونسي، شو خصائصها؟ نعملوا احصاء، عندكم انت فكره على الاحصاء في تونس، شو عندنا وش معناش امكانات؟ ثم نحددوا شنو اللي فشل ونبنيه جديد بالنسبه لنا نحن، بالنسبه للجبهه الشعبيه، واللي سمعناه اليوم برشا اليوم، اما ولكن بشكل مفرط ومجزا. نستثمروا في القطاعات المنجه الاساسيه. بلاد كما تونس بلاد فلاحيه، فيها 5 ملايين هكتار، فيها 1 مليون هكتار غير مستغل وفيه من احسن الاراضي. بالتالي نتوجهوا لفلاحتنا باش ما تبقاش مساهمتها في الناتج الوطني الخام 11-12%. الصناعه نتاعنا لابد وان نغيروا التركيبه نتاعها، ما تبقاش مجرد صناعات تابعه نتاع التركيب، ونهملوا صناعات اساسيه اللي منها الصناعات الغذائيه في العديد معناها من المناطق، صناعات تحويليه، نهملوا منها الطاقه ايش ناويين نعملوا بها؟ الفوسفات، المناجم وغيرها. الصناعة نتاعنا اليوم في الأساس اللي هي صناعة تحويلية وتركيبية 29% من نشوة الخام. الخدمات إيش 50%؟ هذا بالنسبة نحن لابد وأن نغير المعادلة باش نعطيه مكانة كبرى للقطاعات المنجة للبنية التحتية. وفي علاقة بهذا عنا حاجات أخرى يلزمنا نراجعوها. الحاجات اللي يلزمنا نراجعوها منظومة جبائية جديدة. المسألة الثانية اللي هي منظومة تعليمية ومنظومة تكوين مهني جديدة. الحاجة الثالثة إدارة جديدة، وهذا يرتبط بها المقاومة على الفساد. ونقطة أخيرة اللي هي قضية علاقتنا بالخارج، ما نبقاوش في مكانة التابع يملوا عليه في الشروط معناها نتاعهم. وبعبارة أخرى نحددوا الدور نتاع المديونية والتدين والقروض الخارجية في الاقتصاد نتاعنا. هذه إجمالاً اللي نعتقد أنها من شأنها وأنه بالفعل تنجم تنمي تونس. أنا سمعتهم توا يقولك لا الإيديولوجي لا، ثم
كي اكبر مؤسسه ايديولوجيه في العالم هي صندوق النقد الدولي، عندها رسالة، عندها وصفه تمت فيها على العالم الاجمع. وسمعتهم يحكوا على الصين ويحكوا على فيتنام. الصين كيفاش وصلت هكاك؟ الفيتنام كيفاش وصلت هكاك؟ كيفاش وصلوا ل 8 و10 و12 معدلات نمو؟ حدوا سياسه وطنيه، ما نقولش سياسه اشتراكيه، حدوا هما ايش يحبوا في بلادهم. وعلى الاساس هذاك تعاملوا مع الخارج. نحن لا، منذ الستينات ومنذ اواخر الخمسينات السياسات نتاعنا الاقتصاديه العامه بكلها مملات في خطوطها العريضه من الخارج.